كتشكل الحكومه واش تلاقيتيو مع السي سعد العثماني وشنو هو التصور ديال الحزب؟ لا انا ما يمكنش نعطيك اليوم التصور لانه اولا حنا في المكتب السياسي غادي نناقشوا هذا الشيء، وثانيا بانه المسؤوليه ديال رئاسه الحكومه بانه كاينه عن السي سعد الدين العثماني، وبانه كانوا بعض اللقاءات اللي هما صغار مع يعني الاحزاب اللي كاينه داخل الاغلبيه، وكل واحد كيفكر يعني شنو هما الامكانيات اللي غادي تكون مطروحه ان شاء الله. هذا اول اجتماع ديال المكتب السياسي ديال الحزب من بعد جوج خطابات اللي هما جد مهمين اللي كيتعتبروا خارطه الطريق ديال صاحب الجلاله، واللي غادي نكون فرصه ان شاء الله باش نتمنوا هذا الخطاب ونشوفوا يعني شنو هما التوجهات ونتكلموا على الاشكاليه ديال الكفاءات يعني داخل النظام السياسي، وكذلك غادي تكون مناسبه باش نتكلموا على المستجدات يعني السياسيه اللي كاينه في البلاد، لا بما يخص تشكيل الحكومه ولا كذلك البرامج والافق ديال الاشتغال ديال الحزب في الشهور المقبله، وغادي يكون عرض كذلك على الجامعه ديال الشباب اللي غادي تنطلق اليوم ان شاء الله من هنا من اكادير، وعلى الاستعدادات وكيفاش التنظيم كاين والعدد اللي كاين، وكلها مناسبه ان شاء الله باش يعني تكون بدايه ديال دخول سياسي جديد للحزب اللي غادي يكون ان شاء الله حافل وفيه ديناميه.